الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية دشنت الخطة الخاصة بالحركة المرورية للشوارع والطرق المؤدية لحلبة البحرين الدولية، حيث اشتملت الخطة على توزيع عدد من المركبات الخاصة بالمرور في جميع محافظات مملكة البحرين. الخطة تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية في الفترة التي تستضيف فيها المملكة الجولة الرابعة من سباقات الفورمولا 1، والتي من المقرر أن تمتد من 4 وحتى 6 من أبريل الجاري. سيكون تواجد دوريات الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق الرئيسية والتقاطعات الهامة المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية، ومنها بيكون طبعا شارع الشيخ خليفة بن سلمان للقادمين من محافظة العاصمة والمحافظات الأخرى المجاورة باتجاه شارع الزلاق، ومن ثم الانحراف على شارع خليج البحرين، ومن ثم إلى حلبة البحرين. أيضا سيكون هناك تواجد لدوريات ورجال المرور على شارع الزلاق ابتداء من دوار عوالي بالنسبة للقادمين من شارع المعسكر وشارع الشيخ سلمان باتجاه شارع الزلاق، وصولا إلى تقاطع شارع خليج البحرين باتجاه حلبة البحرين. وسيكون أيضا هناك تواجد لدوريات الإدارة العامة للمرور في كافة محافظات المملكة والطرق الرئيسية، ومنها شارع الفاتح وشارع الملك فيصل وشارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع جابر الأحمر. سيكون هناك نقاط ثابتة بالنسبة للإدارة العامة للمرور بالقرب من الدوارات والتقاطعات والإشارات الضوئية من أجل ضمان انسياب الحركة المرورية والتعامل مع أي اختناقات مرورية قد تطرأ أثناء حضور الجمهور إلى موقع حلبة البحرين طوال فترة السباق. كما تم تخصيص موقف رقم 9 لسيارات الإجرة في حلبة البحرين، وموقف رقم 10 للحافلات. كما تم إنشاء مكتب لمباشرة الحوادث المرورية طوال فترة السباق من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وبيكون في الموقف رقم 10. كما تم التنسيق مع حلبة البحرين وإدارة تصميم وتخطيط الطرق ووزارة الأشغال عمل توسعة لبعض الشوارع، ومنها شارع خليج البحرين خصوصا الإشارة الضوئية المؤدية إلى حلبة البحرين، وذلك في الخروج أثناء الخروج من الحلبة عند الإشارة الضوئية. كان في العام الماضي مسار واحد فقط للانحراف على شارع خليج البحرين، والآن تم توسعة هذا المسار ليصبح مسارين أثناء الخروج، وذلك بإعطاء فرصة أكبر لخروج المركبات بعد انتهاء السباق. أيضا إجراء تعديل على شارع خليج البحرين تقاطع الزلاق عند الإشارة الضوئية، أيضا استحداث مسار آخر ليصبح مسارين في الخروج، وهذا طبعا يعطي فرصة أكبر لخروج عدد أكبر من المركبات والتقليل من الازدحام المروري أثناء انتهاء السباق وخروج المركبات من شارع خليج البحرين إلى شارع الزلاق. كما تم استحداث مدخل آخر بالقرب من محمية العرين يساعد في توزيع حركة المرور للقادمين إلى حلبة البحرين، بدل ما كان هني فقط موقف أو مدخل واحد مؤدي إلى حلبة البحرين، سيكون هناك مدخل آخر أيضا إلى حلبة البحرين، وهذا طبعا يساعد على توزيع حركة المرور. أيضا هناك غرفة العمليات المرورية بالإدارة العامة للمرور جهزت بكافة الوسائل الحديثة من شاشات لمراقبة كافة الشوارع المؤدية حلبة البحرين الدولية من أجل الوقوف أول بأول على حركة المرور والتعامل معها من خلال الدوريات المنتشرة على تلك الشوارع. وأيضا هناك تنسيق بين الإدارة العامة للمرور وجناح الطيران ووزارة الداخلية من أجل أيضا الوقوف على حركة المرور في كافة الشوارع تسهيل انسياب الحركة المرورية لضمان الوصول الجمهور إلى موقع الحلبة في الوقت المناسب. كما نتمنى من الجميع التعاون مع الإدارة العامة للمرور وأبراز الملصق الخاص بالموقف في مكان بارز في المركبة حتى يسهل عملية إرشاده إلى الموقف الصحيح، وعدم التسرع والتعجل أثناء انتهاء السباق من الخروج من المواقف، والاتباع إرشادات رجال المرور الموجودين في كافة شوارع المؤدية إلى حلبة البحرين. مع تمنياتنا للجميع السلامة المرورية على كافة الطرقات. الإدارة العامة للمرور في كل عام بعد الانتهاء من هذا السباق، الآن عندنا يعني خبرة أكثر من 10 سنوات، الآن 10 سنوات طبعا من خلال إقامة هذا السباق، في كل عام الإدارة تحلل الخطة وتدرس كافة الصعوبات اللي واجهتها من خلال تنظيمها لحركة المرور والعمل على يعني تصحيح أي خطأ قد يقع أثناء
تنفيذ هذه الخطة. الإدارة العامة للمرور منذ فترة طويلة وهي تعمل من أجل يعني وضع خطة متكاملة من خلالها ممكن تسهيل حركة المرور وضمان سياب الحركة المرورية، والهدف الأساسي من هذه الخطة اللي هو وصول أكبر عدد من الجماهير في الوقت المناسب إلى حلبة البحرين بكل يسر وسهولة.